على مدار سنوات وعقود طويلة لرحلة فريق الكرة بنادي الزمالك في بطولات القارة الإفريقية، تناوب على تدريبه عدد كبير من الأجهزة الفنية من المحليين والأجانب، فمنهم من مر مرور الكرام دون ترك بصمة واضحة، وودع جدران القلعة البيضاء من الأبواب الخلفية، وآخرين صنعوا الأمجاد وقادوا الفارس الأبيض لاعتلاء عرش القارة. ويحتفل نادي الزمالك اليوم 5 يناير بذكرى تأسيسه رقم 113، واستطاع ابن القلعة البيضاء الوفي محمود برجيلة من قيادة الزمالك لأول تتويج قاري في تاريخه في عام 1984 بحصد لقب إفريقيا لأندية أبطال الدوري، بينما كان الإنجليزي باركر هو أول مدير فني أجنبي يتوج مع الزمالك بلقب إفريقي، حيث قاد الفريق للقب أبطال الدوري عام 1986. ويعود المدربون المحليون لقيادة الزمالك للمجد الإفريقي من خلال الصعود على منصات التتويج لبطولة الأفرو آسيوي عام 1988 في ولاية عصام بهيج، ثم الغزوات الإفريقية للبلانكو في التسعينات خلال ولاية المخضرم محمود الجهري، والذي نال أبناء الفن والهندسة في عهده لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993 ولقب السوبر الإفريقي عام 1994. الألماني فيرنر يسير على نهج باركر ويصبح الأجنبي الثاني الذي يعانق الألقاب الإفريقية في قيادته الفنية للزمالك، وحقق فيرنر مع الفارس الأبيض لقبي إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1996 وكذلك السوبر الإفريقي في عام 1997. وتتواصل ألقاب الزمالك الإفريقية بقيادة فنية أجنبية، فيتوج الفارس الأبيض بلقب الأفرو آسيوي للمرة الثانية في تاريخه عام 1997 تحت قيادة الهولندي رود كرول، ويختتم الزمالك صولاته وجولاته في أدغال القارة السمراء في الألفية الماضية بمعانقة لقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000 في ولاية الألماني أوتوفيستر. ويقود البرازيلي كابرال فريق الزمالك لاعتلاء العرش الإفريقي مطلع الألفية الجارية من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2002، كذلك لقب السوبر في 2003، كما عاد الزمالك لمعانقة الألقاب القارية من خلال حصد لقب الكونفدرالية في عام 2019 في عهد السويسري كريستيان جراس، ويستعيد الفارس الأبيض مكانته المرموقة في القارة السمراء. ويكتب الفرنسي باتريس كارتيرون اسمه ضمن سجلا تاريخيا وذهبيا للمدربين المتوجين بالألقاب القارية للنادي الأبيض، ويقود الزمالك للقبه الإفريقي 13 بعد ملحمة كروية في مواجهة الترجي التونسي وحصد السوبر الإفريقي في 2020.